استشهاد 3 مدنيين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مخفر الشرطة في مدينة سالقين بريف إدلب الغربي. قوات النظام تطلق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة المتحصن ضمن جيوب صغيرة في البادية السورية، بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي معركة للقضاء على تنظيم الدولة في منطقة هجين شرق محافظة دير الزور. مركز المصالحة الروسية في سوريا يصرح بوصول طاقم تصوير إعلامي تابع لقنوات تلفزيونية شرق أوسطية وفرع إقليمي لإحدى القنوات الإخبارية الأمريكية لتصوير الهجوم الكيميائي المفبرك في جسر الشغور بريف إدلب الغربي لاتهام جيش النظام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه لا بد من عملية دولية لمكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العناصر الإرهابية في إدلب، ويؤكد أن أي مواقف سلبية للمجتمع الدولي حيال هجوم إدلب ستكون باهظة الثمن. مقتل عنصر من قوات النظام تابع لقوات النمر على يد مجهولين في قرية صيدا بريف درعا الشرقي، وحالة خوف واستنفار لدى باقي العناصر في القرية عقب الحادثة. العثور على جثة مدني قرب المفرق المؤدي إلى قرية بريكا بريف السويداء الشمالي مقتولا على يد مجهولين، وذلك بعد ساعات من العثور على جثة طفل قرب المؤسسة العسكرية وسط المدينة.